على بقه، يعني الجزء ده كله كده بالدريب ايدك وترش على جسم العصفور نفسه. بتكون لو في حشرة ملتصقة بجسم العصفور بيكون انت كده قضيت عليها. اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تقضي على الحشرات، خصوصا الناس اللي بتربي طيور عارفة ان الحشرات من الحاجات اللي بتأذي الطيور جدا وبتأدي للموت او لوفاة الطيور. يعني ممكن الزغاليل عندك تموت، او ممكن العصافير الكبيرة تموت، ممكن العصفورة تسيب البيض بتاعها وتهجر العش. حاجات كتير ممكن تحصل بسبب الحشرات، خصوصا ان الفاش والحشرات بصفة عامة بتنتشر في الصيف بطريقة كبيرة جدا. ففي الفيديو ده هقولك ازاي تقضي على الحشرات نهائي طول فصل الصيف والشتاء، ما تشوفش حشرات نهائي عند الطيور، باربع طرق طبيعية ومش محتاجة مجهود تكون قضيت على الفاش نهائي. مش هطول عليك، يلا بينا نبدأ. حشرة الفاش من الحشرات اللي بتعيش الشقوق اللي في الخشب، في المجاسم، في الحتت المستخبية بين الخشب. حشرة الفاش من الحشرات اللي بتتكاثر بصورة رهيبة جدا وبعداد كبيرة جدا، على الرغم من ان عمرها لا يتعدى 10 ايام، يعني دورة حياة حشرة الفاش قليلة جدا، ولكن بتظهر بأعداد كبيرة جدا لان التكاثر فيها سريع وبأعداد زي ما قلنا مهولة. طيب ازاي احمي طيوري من حشرة الفاش او من الحشرات بصورة عامة؟ اول حاجة لازم تهتم بالنظافة، دي وقاية من الحشرات. يبقى طول ما انت مهتم بالنظافة بتاعتك هتبقى عرضة اقل ان يظهر عندك الحشرات. النظافة اللي هي ايه؟ اللي هي دايما الاكلات بتتغسل على الاقل مرة في الاسبوع هي والمسائي، المسقة بتتغير المية كل يوم، وطبعا بتشتف كويس كل يوم بتغير لها المية. كل اسبوع باخد الاكلات والمسائي واغسلهم غسلة نظيفة وابتدي ارجعهم تاني، دي يعني وقاية من الحشرات. درج القفص من الحاجات المهمة جدا ان هي تتغير كل يوم، تتنظف وتتحط تاني في القفص. ما سيبش درج القفص لحد ما يتراكم عليه الفضلات وبواقي الاكل والقشور، واسيبه لحد ما يكون حشرات وتيجي عليه الحشرات، لا، كل يوم انظف درج القفص كويس. يبقى النظافة زي ما قلنا هي رقم واحد في الوقاية من الحشرات. انا افترض دلوقتي ان الحشرة دي ظهرت عندك، اعمل ايه علشان اقضي على الحشرة دي؟ تعال نشوف الاربع خطوات اللي معانا في الفيديو. يبقى في كذا طريقة للقضاء على الفاش، في طرق طبيعية هنتكلم عنها وفي طرق صناعية ادوات او مواد بتقدر تقضي على الفاش. اول حاجة هنستخدمها ولازم تكون عندك طالما انت نويت ان انت هتربي طيور او عندك طيور، هي بودرة القضاء على النمل او الحشرات. زي ما انت شايف البودرة ديت، طبعا في منتجات كتير باسماء كتير بيكون غالبا لونها اخضر زي كده. البودرة ديت بتكون قوية جدا في القضاء على النمل والحشرات، ولكن خلي بالك ان البودرة ديت بتكون سامة، ما ينفعش تحطها يعني قريب من العصافير اللي هم يقدروا ياكلوا منها. خلي بالك من النقطة ديت، بنرش بعيد عن العش وعن الاكلات وعن العصافير خالص. وبرضه لو عندك اطفال بتراعي الموضوع دوت، ان رش البودرة ده بيكون بعيد عن الاطفال وفي اماكن بعيد عن متناول الطفل. طيب هنرش فين؟ هنرش على الاركان البعيدة اللي العصفور ما يقدرش يقرب منها. يبقى انا بالطريقة ديت قدرت ان انا احمي المكان، ان النمل او الصراصير او الحشرات اللي موجودة هتموت من البودرة ديت. طيب دي كده طريقة خارجية، ما قربناش لسه من القفص ولا من العصافير. يبقى زي ما قلنا دي هتساعد جدا في التخلص من الحشرات، لان اي حشرة هتطلع بره القفص البودرة دي هتقضي عليها على طول. طيب في حاجة امنة اقدر ارشها جوه القفص او جوه العش
او على العصفير من غير ما اذي العصفور او يؤدي الى اصابته بمرض او بيقدر الله ان العصفور يموت. اه في ايه دي الحاجة التانية اللي هنتكلم بعد ما رشيت البودرة بتاعت النمل على الاركان وعلى الجوانب بحيث ان انا احمي الطيور بتاعتي من النمل ومن الحشرات، هبتدي اشوف ايه اللي اقدر ارشه زي ما قلنا جوه القفص. في الحالة ديت بنجيب حاجة اسمها اكتوميسرين 5، ده دواء بشري بنجيبه من صيدلية بشري. الاكتوميسرين 5 دوت مكتوب عليه علاج فعال ومأمول للاستعمال في الجرب والهرش والحكة، ده علاج بشري. انا بجيبه وبستخدمه للقضاء على حشرة الفاش نهائي. طيب بعمل ايه عشان استخدمه؟ اول حاجة بجيب بخاخة مية زي ما انت شايف، بخاخة وبملاها مية وبحط على مقدار البخاخة دي غطا واحد من الاكتوميسرين، يعني بملى الغطا دوت وبحطه على البخاخة وبتأكد ان هو داب كويس وامتزج بالمية وببتدي ارش على الاقفاص. ولكن بلاحظ حاجة مهمة جدا او براعي حاجة مهمة جدا لازم اعملها قبل الرش، ايه هي؟ ان الاكتوميسرين ده ما ينفعش يجي على المية او على الاكل او على السيبيا او على اي حاجة ممكن تتاكل جوه القفص. يعني قبل ما هبتدي ارش هشيل المسقة وهشيل الاكالة، ولو حاطط خضار او سيبيا او عظم الحبار لازم اشيله وابتدي ارش. تعال نشوف تجربة عملية ازاي هرش، وهل ينفع ارش على العصافير ولا لا، كل ده هنشوفه عامل. تعال نشوف. اول حاجة هنشيل المسقة زي ما قلنا قبل استخدام الاكتوميسرين، هنشيل الاكالات هشيل عظم السيبيا اللي انا حاطه في القفص، اي حاجة زي ما قلنا العصفور بياكلها لازم تتشال نهائي، وابتدي ارش زي ما احنا شايفين كده القفص والعش. وابتدي اجيب العصفور، هجيب العصفور امسك كده عصفور عصفور. يهمني جدا ان انت ما ترشش على عين العصفور او على انفه او على بقه، يعني الجزء ده كله كده بتدريب ايدك وترش على جسم العصفور نفسه. بالطريقة دي بتكون لو في حشرة ملتصقة بجسم العصفور بيكون انت كده قضيت عليها. اهو بعيد على وش العصفور خالص، ما قربناش ناحيته، انت رشيت على جسمه، رشيت على جناحه. عصفور عصفور بتعمل معاه الحركة دي. والحاجات اللي بتساعدنا على طرد الفاش، ودي بتكون حاجات طبيعية زي التوم زي الحلبة زي خل التفاح، الحاجات ديت المربي بيستخدمها ظنا منه ان هي بتقضي على الفاش، ولكن الحاجات دي ما بتقضيش على الفاش، هي بتساعد على طرد الفاش. لان ريحة التوم زي ما احنا عارفين ريحة بتكون قوية جدا، فبتجبر الفاش ان هو يبتعد عن المكان او بتجبر الحشرة ان هي تبتعد عن المكان. برضو الحلبة نفس الكلام وخل التفاح. يبقى الثلاث حاجات دولت هيساعدونا ان احنا نبعد الحشرات عن مكان التربية، ولكن ما بتقتلش الفاش. فزي ما احنا شايفين دي الحلبة، حلبة طبيعية جدا اللي احنا بنستخدمها في اي بيت. الحلبة ديت بنجيبها وبنطحنها زي ما انت شايف قدامك في الفيديو كده طريقة ايه الطحن. طريقتها بسيطة جدا، بنجيب الحلبة وبتحطها في المطحنة عندك وبتطحنها وبتخليها بالشكل ده بتبقى بودرة. طيب بعد ما انا طحنت الحلبة ديت انا هستخدمها في ايه؟ الحلبة مفيدة جدا للطيور، ممكن اخد منها معلقة واحطها على خلطة الاكل اللي عندي، لان هي بتعتبر مضاد حيوي وفيها فوائد كتير جدا، وفي على القناة فيديو ازاي تستنبت الحلبة وتقدمها للطيور، فمش هخسر حاجة لو خدت معلقة وحطيتها في وسط الاكل، هي حاجة كويسة. في نفس الوقت الحلبة ديت هبتدي ارش منها على الدروب بتاعة الاقفاص، معلقة كده كل درج ارش شوية ارش شوية ارش شوية، والعشوش نفسها هرش تحتيها
من بودرة الحلبة دي. طبعا الحلبة لو العصفور كل منها مش هتضره في حاجة، فبتكون حاجة آمنة وفي نفس الوقت ليها رائحة بالنسبة للحشرات هي رائحة قوية الحشرة ما بتستحملهاش وبتمشي منها. يبقى بكده احنا قدرنا نقضي على الحشرة نهائي باستخدام الأكتومسرين وباستخدام الحلبة المطحونة. طبعا ممكن تحط بودرة ثوم مع الحلبة، ممكن تحط خل تفاح مع الأكتومسرين، الريحة بتاعته بتساعد على طرد الحشرات. يبقى انت كده قدرت ان انت تقي طيورك من الحشرات وتقضي عليها نهائي. طبعا زي ما قلنا في البداية خالص ان الوقاية خير من العلاج، النظافة اهم شيء، دايما تكون واخد بالك من النظافة عند طيورك ومحافظ عليهم، وربنا ما يوريكم اي حاجة وحشة في طيوركم ويوريكم الخير كله. في نهاية الفيديو اتمنى يا رب تعمل اشتراك للقناة، تعمل لايك للفيديو علشان نكبر ونكبر بيكم بإذن الله.